السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم وبرحب بأستاذتنا الفاضلة المهندسة مروة. هي مهندسة ومصممة معمارية، وهي الـ V-Ray Certified Demolitor، تقريبا الوحيدة في مصر والشرق الأوسط، مدرب معتمد في الريفت والأوتوكاد والثري دي ماكس من أوتوديسك، ومدرب ليون وسكتش أب، ومؤسس لبيكسل ستوديو، ومؤسس لمركز أرك هاب educational، ومدرس مساعد بدوام جزء جامعة القاهرة كلية هندسة قسم الهندسة المعمارية تكنولوجيا المعلومات الـ AET. وإن شاء الله النهاردة اتكلمنا عن البرامج الكمبيوتر اللي المعماري ممكن يحتاجها، لأن السؤال ده بيتكرر كتير. فإن شاء الله محاضرة ممتعة من شخص متميز ومتخصص في المجال ده. بعدين أنت أستاذتنا. شكرا يا باشمهندس عمر، والسلام عليكم كلكم، ويا رب الليكتشر تبقى مفيدة. نبتدي، بس اعمل شير سكرين. طيب، هو احنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على البرامج الكمبيوتر اللي بيحتاجها المعماريين يعني في شغلهم كطالب او كخريج. تمام، فيعني زي ما باشمهندس يعني عرفني في الاول ان انا سيرتيفايد منتور والفاوندر بتاع ارك هاب وبيكسل ستوديوز وكده، ويعني هو باشمهندس عرف كل حاجه، بس كنت حابه برضو اعرف برضو السنتر يعني كارك هاب، وهو احنا ننشأ في 2018 وعندنا فرعين في مدينه نصر والدقي، واحنا سيرتيفايد تريننج سنتر من اوتوديسك ومن كيرز جروب اللي هي الشركه بتاعت فيري. تمام، واحنا بنقدم كذا نوع من الكورسات المعمارية والمدني كمان. تمام، في الاول قبل ما بحب ان احنا ندخل في الموضوع، بحب ان احنا نقول ان احنا قسمنا البرامج اللي المعماريين بيحتاجوها لاربعة كاتيجوريز او اربعة تخصصات او كده، وهم الدرافتنج والموديلنج والرندرنج والبرزنتيشن. تمام، فدول الاربع الكاتيجوريز اللي احنا هنمشي عليهم في السيستم بتاع المحاضرة بتاعتنا. فاحنا الاوتلاين بتاعنا او السيستم بتاع المحاضره بتاعتنا النهارده هيبقى ان احنا هنشرح ايه البرامج الدرافتنج، ايه الحاجات الموديلنج، الرندرنج، البرزنتيشن، وهندي فيديو سريع عن البيم، وبعد كده نبتدي نقول طب انا اتعلم ايه الاول ولا اخد ايه الاول، طب انا ايه احسن يعني ايه احسن برنامج في كل حاجه انا بستخدمها وانا بنفذ المشروع بتاعي كمعماري يعني. ففي البداية كالدرافتنج سوفت وير عندنا أشهر حاجتين درافتنج عندنا هما الأوتوكاد والرافت. تمام، الأوتوكاد زي ما كلنا عارفين هو بروجرام درافتنج، يعني بدرافت عليه أو إن أنا برسم عليه. تمام، بطلع منه لوح 2D، وهو برضو فيه جزء 3D بس مش ناس مش بتستخدمه كتير، بس هو مينلي أكتر بيستخدم في ال 2D drawings. تمام، وبيطلع بيه اللي هو زي ما احنا شايفين على يمنا هنا اللي هو اللوح التو دي بتاعتنا كمعماري او كار كونستراكشن او ميكانيكال او كده. البرنامج التاني عندنا في الدرافتنج هو يعتبر الريفت، والريفت هو مش برنامج درافتنج قد ما هو بيم كمان، بيلدينج انفورميشن موديلنج سوفت وير. احنا يعني يمكن الريفت هيظهر معانا في كذا بروسيس، لان البيم موديلنج هو مش حاجه واحده، ده هو بيبقى درافتنج ورندرنج وبرزنتيشن وكل حاجه ممكن تتعمل عليه، وفي في الاخر فيديو هوريه لكم نشرح فيه اكتر. فاحنا عندنا كاول بروسيس بالنسبه لنا ال اسمه ايه ده الدرافتنج، يعني عندنا اتنين سوفت وير زي ما احنا قلنا، الاوتوكاد والرافت. الاتنين الشركه بتاعتهم هي اوتوديسك، الاتنين بيأدوا نفس الوظيفه. يمكن الاوتوكاد كديفيكولتي او كصعوبه هو اسهل شويه ويوزر فريندلي اكتر من الرافت، والاكيرسي بتاعت الاتنين مظبوطه، يعني الاكيرسي بتاعتهم الاتنين بتبقى كويسه. الاتنين بقدر اطلع منهم لوح واقدر اعمل منهم بلوتينج، والاتنين بيطلعوا نفس الحاجه. نيجي في الجزء الثاني من السوفت ويرز اللي المعماريين بيحتاجوها في حته الموديلنج، عندنا هنلاقي ثلاث سوفت ويرز اللي معروفين، السكتش اب وال3 دي ماكس والراينو، دول اكتر ثلاثه مشهورين للموديلنج.
وبرضه طبعا المفروض الرافت معاهم في القصه دي زي ما قلنا، لان الرافت يعتبر زي ايه، كانه بيم، وده هنقول عليه في الاخر. بالنسبه لسكتشب، فهو سكتشب برنامج موديلنج، يمكن من اسهل البرامج الموديلنج اللي موجوده، فري تقريبا لمعظم اليوزرز، ممكن انزله من على الويب سايت بتاعهم، كان زمان تبع شركه جوجل وبعول شركه تانية. ال 3 دي السكتشوب ده يعتبر من اسهل البرامج اللي ممكن اقدر اعمل بيها بسرعه، اطلع فيها موديل كانتيرير او اركيتكتشر او لاندسكيب او ميكانيكال وكده. وفي ناس مش معماريين حتى بيستخدموا سكتشوب من كتر ما هو سهل ومش محتاج يعني وقت التعلم كتير او كده. هو برنامج ممكن تفتح تجرب عليه، بتلاقي ان الاستخدامه سهل جدا وسريع، وعندهم بلوجنز كتيره ممكن بتسهل الموديلنج بتاعه وبتخلي الكواليتي بتاعته احسن كموديلنج. وعندهم كمان وير هاوس عليه موديلز بتاع جاهزه ممكن تاخدها وتعمل لها امبورت عندك. فده اول برنامج عندنا في الموديلنج وهو السكتش اب. سكتش اب برضو بيبقى لذيذ جدا في ان هو بيساعد ان انا بسهوله ممكن اعمل عليه ستاديز للعماره، ان انا ابتدي زي ما اخد مبنى فوق وابتدي على فوتوشوب ابتدي اركب اسهم مثلا انديكيشن لهواء، ابتدي اعرف اعمل اكسبلودد موديل زي ده، ابتدي اعرف اطلع موديل منه ابيض خالص وابتدي اعمل عليه انوتيشن، او اعمل استراكشر سيستم مثلا بتاع المبنى بسهوله، بعرف اطلع منه الستاديز دي من غير ما تاخد وقت مني. تاني برنامج عندنا في الموديلنج هو ال 3 دي ماكس، وال 3 دي ماكس طبعا من اشهر برامج الموديلنج اللي الناس كتيره بتستخدمها، وهو تبع شركه اوتو داسك برضو، وهو يعني ده يمكن اكتر بروفيشنال اكتر بكتير من سكتش اب، ومعظم المكاتب الهندسيه بتستخدم 3 دي ماكس في الموديلنج اكتر من سكتش اب كمان. يمكن بس مشكله 3 دي ماكس بالنسبه لبعض الناس ان هو الانترفيس بتاعه يعني صعب، يعني اصعب شويه من سكتش اب، وفي نفس الوقت هو فيه يعني عالم كبير، يعني في مش يعني مش كل حاجه واضحه وصريحه زي سكتش اب. وتالت برنامج عندنا في الموديلنج وهو الراينو، وطبعا الراينو معروف ان هو بيستخدم طريقه موديلنج مختلفه عن 3 دي ماكس. لو احنا لو 3 دي ماكس هو بيستخدم بوليجنز وكده، فالراينو بيستخدم حاجه اسمها نيربز، وهي طريقه موديلنج مختلفه. راينو مشهور جدا في ان هو بيطلع الحاجات البارامتريك زي شغل بتاع زها حديد وكده، فهو يعني برنامج اكتر هو موديلنج زي ماكس، بس هو يعني بيبقى اسهل فيه طريقه ان انا اطلع الحاجات البارامتريك، لان هو كمان بيبقى نازل معاه بلوجن اللي هو الجراس هوبر، والجراس هوبر ده من يعني زي احنا عارفين هو بيطلع الموديلنج البارامتريك، وبيبتدي ان احنا بنبتدي نستخدم السيرفيس والكيرفز والبوينتس بتاعتك وكده. والانترفيس اللي شايفينه على يمين ده هو ده الانترفيس بتاع جراس هوبر. فهو الراينو عامه والجراس هوبر الاثنين هم اكتر الناس بتستخدمهم هم في الحاجات البارامتريك او كده. والبارامتريك او الالجوريثميك موديلنج ده اللي هو بيبقى زي كودنج شويه اكتر مما هو موديلنج، ان انا ببني بوكس وكده، بيبقى فيه فرايتيز، بيبقى فيه سلايدرز، بيبقى بعرف اغير الحاجه اطلع منها كذا شكل، اطلع الموديل بتاعي ل 3 دي برينتنج او 3 دي كاتنج. تمام. فهو يبقى احنا الثلاث برامج اللي عندنا في الموديلنج اللي احنا قلناهم. ثانيه، احنا قلنا زي قلنا في رافت كده كده موجود، بس احنا قلنا ال 3 دي ماكس والسكتش اب والراينو. ال 3 دي ماكس والرافت شركة واحدة، السكتش اب زي ما قلنا شركة مختلفة، والراينو شركة تانية مختلفة. كصعوبة من البرامج دي، فهي اسهل برنامج عندنا هو السكتش اب، يلي الرافت، وبعد كده ال 3 دي ماكس والراينو اصعب سنة منهم. ويمكن لو احنا هنقول ان الراينو ده مرتبط بالجراس هوبر، فالراينو هيبقى اصعب واحد فيهم، اصعب من 3 دي ماكس كمان، لان وكمان اليوزر انترفيس بتاعهم يعني مش واضح وصريح زي سكتش اب ورافت.
بالنسبة للأكيرسي فهو السكتش أب هو يمكن الحاجة الضعيفة اللي فيه، إن هو محتاج تبقى دقيق قوي 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 وانت بترسم، عشان هو ما فيهوش فكرة، يعني فكرة الأكيرسي مش قوي فيه، يعني محتاج تبقى مركز قوي عشان الموديل يطلع مظبوط وتشتغل ببروسيس وسيكونس معين عشان تطلع الموديل بتاعك مظبوط ما يبقاش ملخبط. بالنسبة ليهم كلهم بينزل عليهم بلوجنز بتسهل الموديلنج بتاعنا، زي ما قلنا سكتش اب في الوير هاوس عليه اكتر من 1000 بلوجن، 3 دي ماكس بينزل بلوجنز زي الفي ري وكورونا والريل كلون وفورست باك وفلو جنريتر، دي كلها بلوجنز بتساعد في الموديلنج اكتر. راينو بينزل عليه برضو جراس هوبر وفي بلوجنز ثانيه بتنزل عليه بتسهل في الموديلنج، ورافت نفس الحكايه. يبقى احنا كده لحد دلوقتي قلنا الدرافتنج والموديلنج، يعني انا دلوقتي في البروسيس بتاعتي انا عرفت اطلع بلان وعرفت ان البلان ده اعمل له موديل. بعد ما بعمل الموديل بتاعي ببقى عايزه بقى اعمل ادخله بقى في الرندر، ان انا اطلع له رندر عشان يبان ان هو حقيقي او رياليستيك. ففي الرندرنج سوفت وير عندنا 3 برامج اشهر 3 موجودين، يعني او الناس بتتعامل معاهم، هم الفي راي والكورونا واللوميان. تمام، بدايه بالفي راي، فالفي راي هو بلجن بينزل، مش سوفت وير لوحده، لا هو بينزل بلجن على برامج تانية، بينزل على 3 دي ماكس، بينزل على سكتش اب، بينزل على راينو، على بلندر، على رافت، كمان دخل في رافت مؤخرا. الفي راي ده بلجن بيساعدني ان انا اطلع رندر زي اللي احنا شايفينها رياليستيك رندرز. ببتدي احط لايتس وماتيريالز واحط انفايرمنت عشان ابتدي في الاخر اعمل رندر ويطلع لي حاجه رياليستيك. يمكن الكورونا كمان زي الفي راي، الكورونا اصلا يعني هو بالظبط برضو بلجن زي الفي راي، بينزل على 3 دي ماكس وعلى برامج تانية. يمكن الكورونا ما كانش منتشر قوي في الفتره اللي فاتت، بس ابتدى يبتدي يعني ناس تستخدمه اكتر، لان هو اسهل شويه من في راي وسهل ان انا اطلع من عليه رندرز بسهوله. بس يمكن العيب الوحيد ان البلوكس الافيلبل لي اللي هي مثلا لو انا عايز اجيب كرسي كنبه مش عارفه ايه او كده، البلوكس الافيلبل او المتاحه لي على النت مش كتيره زي الفي راي، لان الفي راي بقاله كتير قوي من زمان قوي. وحتى يعني كورونا لما ابتدى يعني الشركه بتاعتهم تقدم حاجات اسهل واكتر، شركه بتاعت في راي اشتروا الشركه بتاعت كورونا، بس هما الاثنين بيفضلوا بينزلوهم بسبريت رندرز مختلفين. يعني هما الفي راي والكورونا زي بعض، بس يمكن الكورونا اسهل سنه، بس الفي راي منتشر اكتر. وكورونا ابتدت برضو تنتشر في الفترة اللي فاتت، في السنتين اللي فاتوا دي أو يمكن حتى السنة اللي فاتت، ابتدى ناس أكتر تبتدي تستخدمها، لأن هو أسهل شوية في إن أنت يعني يعني مش محتاج تعرف variables كتير قوي أو تحط حاجات كتير قوي عشان أطلع render realistic. وتالت برنامج عندنا في الرندرينج هو لوميان، وده يمكن ناس كتير سمعت عليه وبتستخدمه. لوميان مش زي في راي وكورونا، لوميان ستاند الون بروجرام، يعني هو بروجرام لوحده بينزل لوحده. لوميان يعتبر من سهل جدا، من اسهل البرامج للرندرنج. الانترفيس بتاعه يعني سهل عبيط جدا، سهل جدا الاستخدام بتاعه، سهل جدا ممكن تتعلمه وانت قاعد في ساعتين. تمام، الفكرة في اللوميان ان انت مش بيعمل موديلنج، يعني انا بجيب له موديل جاهز من 3 دي ماكس او من سكتش اب او من اي برنامج موديلنج، بجيب الموديل جاهز من برنامج الموديلنج واحطه على لوميان وابتدي احط اضاءات وبرضه انفايرمنت واحط ماتيريالز واطلع الرندر. يمكن معظم الناس او الطلبة حتى في عمارة بيستخدموا لوميان ليه؟ لان لوميان بيطلع رندر ممكن في اقل من دقيقة، والرندر على في راي وكورونا تقريبا ممكن تاخد ساعتين وثلاثة واربعة وخمسة. تمام، فهو لوميان ميزته ان هو سريع جدا، التعامل معاه سهل جدا كأنك بتلعب لعبة، يعني مش حاجة كومبليكيتد خالص. بطلع من عليه رندرز كويسة، يمكن مش نفس الجودة بتاعت الفي راي والكورونا، بس كل سنة اللوميان كل فيرجن بيتحسن عن الفيرجن اللي قبل. فلو احنا قارنا التلاتة ببعض، كل واحد فيهم ليه الشركة المنشأة بتاعته، كصعوبة أو سهولة، اللومين طبعا أسهل بكتير جدا من الفي راي والكورونا، يعتبر لومين أسهل حاجة بعديه كورونا بعديه في راي. سرعة الرندر في في راي والكورونا مش فارقة عن بعض، لكن لومين أسرع بكتير جدا جدا.
كماتيريالز والبلوكس الافيلبل اونلاين، هلاقي ان الفي راي اكتر، في اكتر يعني بلوكس افيلبل كتير كورونا بعديها، وابتدى ناس كتيره تبتدي تنزل. اللوميان بيست ان هو مش بحتاج ادخله بلوكس، لان هو اصلا في بلوكس وفي ماتيريالز، هو اصلا اللوميان بينزل بالماتيريالز بتاعته جواه، بينزل ببلوكس، بينزل بكل حاجه جواه، بشجر وعربيات وبني ادمين، والانيميشن عليه سهل جدا جدا، وده اسهل بكتير جدا من الفيري وكورونا. فهو لوميان يعني احسن حاجه ممكن اعمل بيها انيميشن سريع، ما ياخدش وقت في الرندر، ويطلع لي انيميشن كويس، ومن غير ما اقعد ادور على ولا شجر ولا عربيات ولا بني ادمين ولا اي حاجه خالص، كله موجود في البرنامج، بينزل مع بعضه كامل، مش بحتاج ان انا ادخله اي حاجه من بره غير المبنى بتاعي بس. لكن كريزلت يعني كواقعية في الصورة، طبعا الفيري والكورونا أحسن شوية من لومين، ولو إن لومين برضو الفترة اللي فاتت اتطور جامد يعني. فكده احنا ايه، احنا بنينا البلان بتاعنا، طلعناه موديل وعملنا له رندر، ناقص بقى ان انا لما بطلع الرندر ده ببتدي اعمل عليها حاجه اسمها بوست برودكشن او برزنتيشن، ان انا بعمل اضافات بقى، ان انا ابتدي اظبط الاضاءات مثلا، اظبط يعني الصوره والحاجات اللي فيها، ان انا ابتدي اخلي الصوره واقعيه اكتر كمان بكتير. فاحنا هنا مش بنعتبر بنقارن 3 برامج ببعض قد ما هما الـ3 كل واحد فيهم بيعملوا، كل واحد ليه ميزة مختلفة يعني. عندنا الفوتوشوب والإلستريتر والإنديزاين، فدول اللي بنعتبرهم البرزنتيشن سوفت وير بتاعنا. لو احنا خدنا بالنا قبل كده كنا بنقارن ضد بعض، فدول اللي احنا هنا مش بنقارن، احنا بنقول ان الـ3 بنستخدمهم في البرزنتيشن، بس كل واحد ليه يعني ليه استخدام مختلف. تمام. عندنا الفوتوشوب هو برنامج بيكسل بيست، يعني بيشتغل بالبيكسل. تمام. فوتوشوب من اكتر البرامج المشهوره ان انا بعمل بيها برزنتيشن، سواء ان انا ممكن اصلا اطلع سكشن زي ده، وبالبرزنتيشن ان انا اركب ماتيريالز وكده، بطلع موديل كده يعني، ممكن او بلان زي ما احنا شايفين اللي فوق ده، ممكن اعمل له برزنتيشن بفوتوشوب بس يبقى زي اللي على اليمين هنا. في ناس بتشتغل الرندرنج عندها بالنسبه لها ان هي ممكن تطلع مبنى ابيض وتبتدي تركب كل الماتيريالز على فوتوشوب، زي ما احنا شايفين هنا في الصوره دي، شجر وميه وكل حاجه، بيحول الفوتوشوب بيحول الصوره من زي اللي فوق هنا لحد زي اللي تحت هنا، شجر ورمله وبني ادمين وكل حاجه ممكن الناس بتركبها على فوتوشوب. وبرده هنا زي ما احنا شايفين ده مثلا كترندر طالعه من فيري، في كورس الفيري بتاعنا قدرنا بحبة تظبيطات وكده نطلعها، نخليها زي الأفتر اللي تحتها، نحط تريل العربيات، نغير السما، تزود الإضاءات، تقلل الإضاءات، تركب، تحط بني أدمين، تعدل في الإضاءة بتاعت الصورة، كل ده ممكن يتعمل بفوتوشوب. فهو فوتوشوب يعني أشهر برنامج للفوتو انهانسنج يعني، حتى الناس بتستخدمه مش في عمارة بس، بتستخدمه في مجالات كتير، الجرافيك ديزاين، بتستخدمه في إن هي عندها صور عايزة تعدل عليها، بتبتدي فوتوشوب كمان لو أنت عندك عايز تقدم شاسيه بتاعك، ببتدي أعمل ديزاين الشاسيه عليه. فهو يعني فوتوشوب من البرامج المهمة جدا كمعماري او كبره معماري حتى بتستخدمها، يعني مفيش حد ما بيستخدمش فوتوشوب يعني. فده اول برنامج في البرزنتيشن. عندنا البرنامج التاني وهو الاستريتر، وهو مش بيكسل، لا هو بيشتغل بالفيكتور. فميزه الفيكتور ده ان هو بيبقى الكواليتي بتاعتك ما بتروحش، يعني انت عارف لما بيقول برنامج بيكسل بيز، ده معناه ان انا لما بزوم ان على الصوره بلاقي الصوره متقسمه بيكسلز، فممكن لو البيكسلز قليله تبقى الصوره اللي هي بنقول لها دي مبكسله، فلا الالستريتر ما فيش حاجه بتطلع منه مبكسله، لان هو فيكتور بيست مش بيكسل بيست. فهو الصور بتفضل محافظه على الكواليتي بتاعتها سواء صغيره او كبيره، ما مش بتلوز الكواليتي بتاعتها خالص. وهو بيستخدم اكتر في الالستريتر في عمل اللوجوز والفيكتور ارتس، اللي هي الحاجات اللي بتبقى شبه اللي احنا شايفينها كده هنا دي، معظمهم بيستخدم الالستريتر عشان يطلع الكلام ده. تالت برنامج عندنا في البرزنتيشن وهو الانديزاين. الانديزاين ده برضو برنامج بيستخدم الفيكتور، بس الانديزاين ده بيبقى ميزته ان هنا بعمل عليه مثلا بورتفوليو، بعمل عليه مجلة،
هو بيبقى عبارة عن صفحات، وأنا بعمل زي تمبلت للصفحات دي وابتدي أحط صوري وكلام وكده. هو بيبقى معظم الناس اللي بتستخدم انديزاين بتستخدمه إن هي تعمل البورتفوليو بتاعها، أو بتظبط حاجة بتبقى زي بوكلت أو مجلة أو كده، مش زي الباقيين يعني. هو أكتر زي حاجة بتطلع لي مجلة بوكلت، حاجة فيها عدد صفحات وليها ديزاين يعني معين. فاحنا زي ما قلنا الثلاثه برزنتيشن سوفت ويرز، الفوتوشوب والالستريتر والانديزاين، كل واحد ليه استخدام مختلف. فوتوشوب بنعمل بيه كل حاجه، يعني بنعمل بيه كل حاجه تقريبا، بنعمل بيه اديتنج على صور وبنركب صور على بعض وعمل بيه الشاسيه. الالستريتر اكتر مستخدم في الفيكتور ارتس واللوجوز. الانديزاين ان انا اطلع بوكلت او بروشور او مجله او اي حاجه من الحاجات دي. تمام، فاحنا كده نعتبر قلنا الاربعه كاتيجوريز بتاعتنا، اللي هم الدرافتنج اللي هو برسم بلان، برسم سكشن، برسم اليفيشن، موديلنج بطلع الموديل بتاعي بتاع المبنى او الانتيرير، رندرنج ابتديت احط اضاءات وانوار وماتيريالز وكاميرات، ابتديت اخد شط عشان اطلع حاجه صوره حقيقيه، اسمه ايه ده البرزنتيشن ان انا ابتديت اعدل على الصوره اللي طلعتها دي وممكن احطها في بروشور، في بورتفوليو، في اي حاجه. زي ما احنا قلنا في الاول في حاجه اسمها بيم، وطبعا يعني بيم اريبيا هم يعني احسن ناس ممكن يعني يشرحوا البيم يعني عننا، بس احنا حبينا برضو نذكر البيم عشان هو حاجه بتجمع كل الكلام ده مع بعضه. وهي انا بعمل موديل متكامل، مش بس رندرنج كده، لا ده موديل متكامل بالسيستمز، بالتكييفات، بالستراكشر، بالميكانيكال سيستمز، بكل حاجه في موديل واحد. بقدر اطلع منه بلانز، اقدر اطلع منه سكشنز، اقدر اطلع منه اليفيشنز، اقدر اطلع منه 3 دي شوتس. فهو البيم ده طبعا دي الحاجه اللي العالم كله متجه اليها، متجه اليها والناس كلها بتستخدمه. وطبعا اشهر برامج البيم موديلنج هي الرافت. وده فيديو كده سريع بيشرح ايه البيم موديلنج يعني.
معلش ثانية واحدة بس. فزي ما شفنا في الفيديو ده البيم موديلنج ده يعني حاجة ادفانسد كتير، فيها كل المجالات مع بعض، فيها بطلع منها لوح، بطلع منها بلانز، بتخليني اريديوس الكوست، بخليني اقلل من الاخطاء اللي ممكن تحصل في المشروع او الكلاشز اللي الواحد بيكتشفها وهو بينفذ. خليني اعمل سيميوليشن لعملية التنفيذ كلها، وامتى هحتاج اعمل مينتيننس للمبنى بتاعي. فهو يعني البيم ده يعني هي ده الفيوتشر بتاع مثلا كل السوفت وير يعني. فاحنا ملخص اللي احنا قلناه لحد دلوقتي ان احنا كل السوفت ويرز اللي المعماريين بيحتاجوها هم الدرافتنج اللي هم الاوتوكاد والرافت، موديلنج 3 دي ماكس وسكتش ابوراين ورافت برضو، ورندرنج اللي هو الفي راي والكورونا واللوميون. والرافت طبعا هنلاقيه موجود في كله زي عشان هو زي ما قلنا هو بيم موديلنج بروجرام، والبرزنتيشن اللي هو فوتوشوب والاستريتر وان ديزاين. طب يجي حد يقول لي طب انا خلاص انا عرفت الفرق ما بينهم كلهم، طب انا ايه احسن برنامج استخدمه في كل حاجه فيهم؟ فنقول له ان احنا في الدرافتنج احسن حاجه ممكن نستخدمها ان الاوتوكاد طبعا مع الموديلنج، ان انا بعمل موديل سريع جدا بسكتش اب، يعني سكتش اب اسرع حاجه في الموديلنج. وفي الرندرنج استخدم في راي طبعا او كورونا الاثنين عشان هو ده هيطلع لي احسن كواليتي، والبرزنتيشن فوتوشوب. طبعا زي ما قلنا في الاول البيم انا ممكن اختصر فكره الرافت الدرافتنج والموديلنج ان انا استخدم رافت فيهم، فده يعتبر احسن كومباينيشن بالنسبه لي عشان اطلع حاجه سريعه وفي نفس الوقت احسن كواليتي. وطبعا الموديلنج ليه ما حطيناش 3 دي ماكس؟ يمكن عشان سكتش اب اسهل شويه من 3 دي ماكس يعني، يعني سهل ان انا اطلع بيه حاجه سريعه. طب ايه اسرع كومباينيشن؟ يعني احنا قلنا احسن كومباينيشن، طب ايه اسرع كومباينيشن كمراحل اصلا في كمعماري؟ ان انا ارسم البلان بتاعي برافت واحطه على اوتوكاد، احط ازود فيه ديتيلز، ارسم السكشن بتاعي باوتوكاد، الاليفيشن باوتوكاد، 3 دي موديل اعمله سكتش اب، الرندرنج ادخله على في راي او لوميون، ولوميون يمكن اسرع كمان من في راي، والانيميشن اعمله بلوميان، اطلع ستاديز من سكتش اب واحطها على فوتوشوب اكمل عليها، وان انا اعمل الشاسيه البرزنتيشن بتاعي بفوتوشوب. فده يعتبر اسرع كومباينيشن اللي هو ان انا هقدم فيه مراحل الشاسيه كله او المشروع كله، ان انا اعمل له بلان وسكشن وليفيشن وموديل ورندر وانيميشن واحط واعمل ستاديز كمان واحطه على الشاسيه. فده يمكن اسرع كومباينيشن بالنسبه لنا احنا بنتعامل بيه يعني. طيب احنا عرفنا الفرق بين البرامج وعرفت المفروض استخدم ايه، طب ايه السيكونس المفروض ان انا ابتدي لو انا عايز واحد قال لي انا مش عارف اي برنامج خالص وعايز ابتدي اتعلم برامج، اتعلم المفروض اتعلم ايه بعدين ايه بعدين ايه؟ المفروض ان انا في الاول طبعا الحاجه البيزك خالص المفروض تبقى عندي هي الاوتوكاد. بعد ما بتعلم الاوتوكاد المفروض اتعلم سكتش اب، فانا كده عرفت برنامج دروينج وعرفت برنامج موديلنج. طب يعني لو انا هبتدي بقى اتعلم حاجه بعدها رندرنج، فاسهل حاجه ابتدي بيها كحد في البدايه ابتدي بلوميان، فكده ده درافتنج موديلنج ورندرنج، فطبعا هيجي بعدها ايه البرزنتيشن ان انا ابتدي اتعلم الفوتوشوب. فدي كده انا دي اول خطوه ان انا ابتديت اتعلمت حاجه درافتنج وحاجه موديلنج وحاجه رندرنج وحاجه برزنتيشن. تدخل بقى المرحله دي ان انا ببتدي اطور من كل ليفل منهم، ابتدي اخد الرافت عشان يعني كده هيبقى طورت من نفسي في حته الدرافتنج وفي الموديلنج كمان. ابتدي كمان في الموديلنج ممكن ابتدي اخد 3 دي ماكس او راينو على حسب الاتجاه بتاعي، انا عايز حاجات بارامتريك ولا لا انا عايز اطلع مودلز، مع ان برضه 3 دي ماكس بيطلع حاجات بارامتريك يعني. وبعد كده ابتدي اطور في الرندرنج بتاعي اللي هو هياخد كورونا او في راي، الاثنين بيتحطوا في نفس الليفل لان هما الاثنين بيطلعوا نفس الكواليتي. فدي الترتيب المنطقي لأي حد عايز يبتدي يتعلم البرامج بترتيب منطقي، إن أنا هبتدي أخد حاجة درافتنج، بعد كده حاجة موديلنج، بعد كده رندرنج، بعد كده برزنتيشن، وابتدي أطور من الدرافتنج بتاعي بالرافت، ابتدي أطور الليفل الأعلى في الموديلنج بتاعي أو الأصعب إن أنا أتعلم 3 دي ماكس أو راينو، والبرزنتيشن ابتدي أتعلم بقى سوري البرندرنج ابتدي أتعلم كورونا أو في راي إن أنا أطور من نفسي.
فده كده دي باختصار يعني المحاضرة بتاعتنا النهاردة، ويعني أحب أسمع أسئلة من الناس، ولو في حد عنده أي تعليق أو حاجة عايز يسأل عليها نحن موجودين يعني. السلام عليكم، لو في وعليكم حد السلام. عنده أي سؤال يا جماعة ممكن يعمل ريز هاند. طيب في حد إسراء بتسأل بلندر، بلندر بروجرام زي الرافت شوية، يمكن أسهل شوية من الرافت لسه، هو بس الفكرة بتاعه إن هو مش منتشر قوي. تمام، بس هو يعني ابتدى ناس تستخدمه، بس هو أسهل شوية من رافت، يعني هو زي رافت مع سكتش اب شوية يعني، فبس هو مش لسه مش يعني في سوق العمل مش ناس كتير خالص بتستخدمه يعني. وإيه كان محمد بيسأل إيه البدائل المجانية؟ حاليا هو سكتش اب متاح مجانا، كورونا متاح مجانا. ما فوتوشوب بتبتدي يعني، فوتوشوب ملوش قوي حاجة بديل مجانا، او حاجات، في حاجات يعني، في حاجات بتبقى برامج بس مش بنفس قوة الفوتوشوب يعني. ممكن ابتدي اشوف لك لو في حاجة معينة وابتدي يعني ابعتها لك يعني. ليه مش اتعلم ماكس باشمهندس مجدي؟ لا اتعلم ماكس، هو ماكس اصلا زي ما قلنا في الاول هو معظم السوق بيستخدمه، بس احنا بنفضل الاول الناس تتعلم سكتشوب عشان تبتدي تفهم شوية. انا قلت ان سكتشوب افضل، بس ده افضل كشغل كطالب اكتر، لكن كحد بروفيشنال او في الشغل ماكس احسن. ليه بنبتدي بسكتشوب في الاول؟ بنبتدي عشان سكتشوب سهل، فبيبقى دايما المشكلة في الاول لما حد بيتعامل مع 3 دي موديلنج ان هو فكره ان هو يستوعب ازاي اتعامل مع موديل 3 دي، وازاي ابص له من النواحي، وازاي اظبط الموديل بتاعي. فده اسهل شويه في سكتش اب من ماكس، لكن بلا شك ماكس اصلا هو المهم، لان هو ده في سوق العمل ده اللي الناس بتستخدمه اكتر يعني. الماكس يعني في معظم يعني معظم الناس بتستخدم ماكس اكتر في الشغل. فهو احنا قلنا ان سكتشوب افضل ممكن في الاول كبدايه او كطالب كعمل الاكستيرير مثلا، لكن كمثلا انتيرير ديزاين لا، هو في كل النواحي ماكس افضل بكتير جدا في الانتيرير ديزاين يعني. ما اظنش ان حد في التصميم الداخلي بيستخدم اصلا سكتشوب يعني، قليلين جدا. بس هو كسهوله السكتشوب افضل احسن كبدايه، لكن كبدايه كطالب، لكن لو كواحد خريج لا، لازم يدخل على طول على ماكس، عشان يعني هو احسن في الكواليتي واحسن في الاكيرسي واحسن في كل حاجه. تمام، شكرا يا باشمهندس مجدي. جزاكم الله كل خير باشمهندس مروة على المحاضرة الجميلة اللي شرحت لنا الفرق بين البرامج المعمارية، وفي أي حد عنده أي أسئلة؟ في باشمهندس احمد حسام بعت حاجه بس انا مش عارفه لا ده ليه. بعت رابط تسجيل الحضور أساس الناس اللي حضرت. اوكي. جزاكم الله خير. طب لو حضرتك مثلا عايز لو هنرتب البرامج، لو واحد عايز يعمل البرامج دي كلها، ولا في لو في ايه باشمهندس، حضرتك صوتك قطع. في حد عمل له ميوت؟ ماشي طيب، لو حد عايز يتعلم البرامج دي كلها، هل في برامج مثلا برنامجين بيعملوا نفس الحاجة فلازم اركز على واحد فيهم؟ ما هو احنا يعني زي ما يعني احنا اللوميان والكورونا والفيري يعتبروا التلاتة رندرنج، بس هو اللوميان اسهل. الكورونا والفيري بيعملوا نفس الحاجة، فده بيبقى اختيار شخصي انا عايزة اتعلم انهي مثلا، تمام. ولا يعني هي زي ما قلت حضرتك، لو في لو عايز توضحي برضو السؤال اكتر، حضرتك قصدك ايه او كده؟ هو السؤال ده قرر من طلبة كتير كانوا بيسألوا لو هم عايزين يتعلموا سلسلة، فانت حضرتك عاملة مثلا ان هو يتعلم اوتوكاد الاول وسكتش اب اليومن، وبعد كده البرامج بتاعت ادوب. تمام. تمام، مش نسمع يعني هو ده الترتيب اللي احنا شايفينه، هو واحد يتعلم يعني واحدة واحدة، عشان برضو البرامج بتبقى محتاجة يعني، اي برنامج اهم حاجة فيه، اهم من ان انا اتعلمه ان انا اعمله براكتس.
فان انا تمام. لما اخد اوتوكاد لازم هقعد اجرب يعني الواحد بيتحسن حتى لو انا خدت احسن كورس في الدنيا لو ما عملتش براكتس عليه ولا كاني اتعلمت حاجه. فهي دي ده الاساس في تعليم اي برنامج، ان انا اعمل براكتس، مش ان انا اتعلم كله مره واحده وخلاص فبقى اسمي عرفت اوتوكاد وسكات. لا، انا لازم اتعلم برنامج وابتدي ابراكتس عليه لحد واتعلم عليه واجرب عليه كتير، عشان لما بجرب ابتدي يظهر لي مشاكل وابتدي ادور على حلول المشاكل، فببتدي اتعلم اكتر بالاستخدام اكتر من ما انا حد بيقول لي على طول اعمل ايه. فعشان كده احنا دايما بنفضل ان واحد ياخد برنامج بعدين برنامج عشان تبقى الدنيا منظمة ومرتبة ويبقى عنده وقت ان هو يبراكتس اكتر من ما انا اقول له خد كل البرامج وخلاص يعني. تمام. طب الكورونا والفيري دي برامج مستقلة ولا جوه برامج تانية؟ جوه برامج تانية يعني الكورونا والفيري دول بلوجنز بيتحطوا على بروجرام تاني، يعني الفيري والكورونا بيتحطوا على 3 دي ماكس، بيتحطوا على رافيد، بيتحطوا على راينو، عشان هو بلوجن جوه البرنامج مش برامج مستقل. تمام، جزاكم الله كل خير، الله يكرمك. شكرا لحضرتك يا سمر، الله يكرمك. في حد بيسأل سؤال، بالبرامج عمر نضر بيسأل هل حضرتك تنصحب برنامج الانريل؟ هو الانريل انجن بيطلعوا بيه حاجات اللي هو محرك الألعاب. كويسه. هو بيطلع، لا وفي ناس بتشتغل فيه، بس برضو زي ما قلت هو في مصر يمكن اكتر او في الدول العربيه يعني مش منتشر قوي، بس هو واظن هي بيبقى ادفانسد سنه على عنه يعني. يعني مثلا مثلا اللوميان في واحد تاني مش فاكر كان اسمه ايه، بس في يونيتي. برنامج تاني، في برنامج زي اللوميان بالظبط بس مش فاكره اسمه دلوقتي يعني ضايع من على دماغي، بس في برنامج تاني ابتدى ينزل زي لوميان يعني هو بالظبط زي لوميان بس ستيل لوميان احسن في الكواليتي بتاعه. ممكن افتكر لكم اسم البرنامج ونبقى نحطه في كومنت او كده على المحاضره. تمام. انسكيب ولا وحاجه تانية بحاول بس افتكره مش قادره افتكر. ايوه توين هاوس، توين توين موشن، موشن، توين توين موشن، موشن. ايوه توين موشن، سوري صح باشمهندس. توين موشن تبع نفس الشركة اللي عاملة الانريل ومجاني او بالظبط كده. هو توين موشن ابتدى كمان يطلع، هما بيطوروا فيه بس هو لسه ناقص له لان لوميان من يعني من وقت ابعد شويه من توين موشن، فهم يعني طوروا نفسهم يعني كان عندهم وقت اكتر يطوروا فيهم نفسهم يعني. وتوين موشن زي ما قلنا هو بقى يعني مجاني يعني. كورونا من شركة اسمها راندر ليجن واشتريتها، كان حد بيسأل من إنتاج إيه شركة كورونا، فهي كورونا كانت من شركة اسمها راندر ليجن. راندر ليجن دي كورونا الهيد كوارتر بتاعتهم يعني في اسمه إيه ده في التشيك، بس هي مؤخرا شركة كيوس جروب اشترتهم، اشترت كورونا بس باسم تاني يعني. برنامج الجراس هوبر برضو، جراس هوبر ده بلوجن مش برنامج لوحده، جراس هوبر بيدخل على راينو زي بلوجن بيدخل على راينو، وجراس هوبر برنامج فري يعني مش بينزل ببلاش يعني مش بفلوس يعني، هو بينزل بلوجن على راينو. ودلوقتي اصلا راينو راينو الجديد بقى ينزل اصلا اسمه ايه ده بيبقى بينزل اصلا جوه الراينو على طول بقى خلاص، هو في بلجن الجراس هوبر نزل معاه. هل في دورات طيب في لكم؟ حد بيسأل عندكم دورات للإزالة اكيد الفوتوشوب؟ طبعا. اكيد طبعا عندنا الفوتوشوب، الصورة اللي انا وريتها لكم كده، ولا وعندنا اصلا حاجات كتير فوتوشوب بقى، دورات للإظهار المعماري وفوتوشوب عامة، الجرافيك ديزاين وكل يعني كل المجالات يعني. ممكن تكلمنا عن الورك فلو لو اسمح؟ طب باشمهندسة هيبة، طب حضرتك مش عارفة انا ممكن ابعت ازاي ابعت ازاي حتة المواعيد طب والتفاصيل ينفع احط لهم صفحة بتاعت حضرتك او الشركة بحيث التواصل معاكي؟ هي يعني احنا احنا اسمنا على اسمه ايه ده على اسمه ايه ده على فيسبوك ارك هاب اديوكيشنال سنتر. تمام، انا هحط الرابط بتاعها حالا. وهي احنا منزلين الجدول ومنزلين يعني اي نمره حضرتك كلميني عليها من على بتاعه ال اسمه ايه ده الشركه، واحنا هنرد عليك يعني بالمواعيد والتفاصيل كلها. او كل البر... كل ال... 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 لا هي مش دي يا باشمهندس، هي دي بيكسل بتاعه الانتيريور ديزاين احنا ارقب. حاضر.
احنا كل الكورسات دلوقتي اونلاين، لان حاليا طبعا احنا اصلا الدنيا عشان الكورونا وكده، فاحنا شغالين اونلاين الفترة دي كلها يعني. يعني والكورسات اللي جاية هتبتدي على طول، اسمه ايه ده، الاسبوع اللي جاي يمكن او كده يعني، لان خلاص اجازة نص السنة هتبتدي يعني. باشمهندس احمد عايز الورك فلو بتاع البرامج، يعني مش عارفه قصد حضرتك ايه قوي بالورك فلو بتاع البرنامج، بمعنى ايه او كده. اوكي. الماكس طبعا اول حاجه يعني لو هتطلع موديل بتبتدي تحط البلان بتاعك، من البلان بتاعك من الكاد، بترفع المبنى بتاعك او البلان، وتبتدي تعمل الفتحات، تبتدي تعمل موديلنج للحاجات، مثلا الاسقف لو في حاجات على الحيطان، ببتدي احط الفرنتشر بتاعي، العفش والحاجات اللايتنج يونتس، اي سجاجيد مش عارفه ايه حاجات كده، ببتدي احط الاضاءات بتاعتي، ابتدي اعمل لايتس، وابتدي احط الكاميرات، وابتدي احط ماتيريالز. بعدها بعد ما بظبط الكاميرات والماتيريالز والاضاءات وكل الكلام ده، ببتدي اظبط بعدها السيتنجز بتاعت الموديل بتاعي، الرندر سيتنجز، واعمل رندر. بعد كده طبعا بنعمل تست رندر ونشوف ايه الغلط، وابتدي اعدل في الاضاءات، ويعني اشوف دايما بشوف في التست رندر ده، اشوف الدنيا ماشيه ازاي. طب انا هحتاج احط اضاءات، ازودها اقللها، لا الماتيريالز دي مش مظبوطه اغيرها، لا دي موديل فيه حاجه غلط. بعد كده فبفضل امشي بقى في حته ان انا بقى تست رندر، وارجع يعني من الرندر، وارجع تاني اعدل في الحاجات لحد ما اطلع الفاينل رندر. فهي مين اللي ببتدي بالبلان، موديل، اضاءات، وكاميرات، واسمه ايه ده، وماتيريالز، ورندر. في ناس بتشتغل بان انا بحط كاميرا في الاول، او بحط الكاميرات بتاعتي في الاول، وانا بعمل موديلنج للكاميرا بس شايفاه، بظبط الكاميرا بس شايفاه. بس احنا دايما بنحب نشتغل على الموديل كامل، عشان لو حاجة فيها ريفلكشن او كده تبقى شكل الموديل واقعي اكتر يعني. في كورسات راينو، في كورس راينو، بس احنا حاليا مش يعني مش عاملين ميعاد قريب، بس احنا الراينو بنفتح التسجيل فيه لما بنجمع جروب، بنظبط ميعاد الكورس معاهم يعني. نافيس وورك ونبدأ نفكر نتعلمه امتى. انا بصراحة نافيس وورك مش هقدر افيدك قوي فيه، لان انا مش يعني مش عندي قوي معلومات عنه كتير، ومش فمش يعني مش عايزة يعني افتي او اقولك اي كلام يعني، فانا مش هقدر قوي ارد لحضرتك على الموضوع ده، موضوع نافيس وورك يعني. عفوا يا باشمهندس احمد وباشمهندسة فاطمة. لو في حد تاني عنده أسئلة أو أي حاجة أقدر أجاوب عليها. شكرا يا باشمهندس. جزاكم الله كل خير. في حد بيقول حضرتك في برنامج اسمه أركيكاد زي الريفت، ليه مش حد أركي بيستخدمه؟ كات ده يمكن كمان كان موجود من قبل رافت يعني، بس هو مش منتشر قوي، لان هو مش ادفانسد زي رافت. رافت الانتجريشن ما بينه وبين الكاد والماكس وكده اسهل. يمكن الشركه بتاعت رافت اللي هي اوتوداسك، شركه يعني بتطور دايما من نفسها، والبرنامج قدراته اعلى شويه من اركيكاد يعني. هو اركيكاد كان يعني حاجه بيزك شويه. جرافي سوفت انا ما استخدمتوش الصراحه، بس يعني فمش عارفه قوي، بس زي ما قلت الجرافي سوفت هي الشركه اللي عامله اركيكاد. اوكي. فهي الاركيكاد، دي الشركه. اوكي، هي اركيكاد زي ما بقولك، هو زي رافت، بس هو يمكن اسهل في حتت، بس هو مش منتشر قوي يعني، عشان يمكن الرافت اعلى شويه في حته الانتجريشن بتاعت ال اسمه ده الالكتروميكانيكال سيستمز وديتكتنج الايرورز والحاجات دي، رافت اعلى بشويه فيهم بحبه حلوين،
ابتدوا يدخلوا في ري كمان كبلوجن للرندرنج، فالبرودكت بتاع الريفت بيبقى اقوى بكتير من البرودكت بتاع اركيكاد يعني. شكرا يا باشمهندس، جزاكم الله كل خير. الله يكرمك، الف شكر لحضرتك، جزاكم الله كل خير. ميرسي قوي لحضرتك يا باشمهندس، شكرا ليكم. والحمد لله في ناس بيقولك كنت تايه، المهندس مجدي مجدي كنت تايه، بس الحمد لله الامور وضحت الحمد لله. هو انا عارفه ان اركيكاد اسهل بكتير من رافت باشمهندس احمد سامي، وبس هو زي ما بقول لك هو مش منتشر يعني، يعني يمكن حتى في التعليم في الجامعات هنا لو بنتكلم على مصر هنا تقريبا فيش غير جامعه واحده اللي انا اعرفها يعني بيتعلموا اركيكاد، بس طبعا الرافت والحاجات التانية يعني منتشره اكتر يعني، مع ان هو اسهل بس مش شرط ان الحاجه سهله ان هي تبقى احسن، ساعات بتبقى محتاجين الحاجه اللي هي اصعب سنه عشان بتطلع حاجه احسن كواليتي احسن، او بتقدم مميزات اكتر بكتير جدا. جزاكم الله كل خير، الله يكرمك. الحمد لله دلوقتي مفيش اسئله والناس كلها بتشكر حضرتك، والف شكر يا باشمهندس مره، وجزاكم الله كل حضرتك. خير، الله يكرمك.